كلمة للفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية النائب المحترم السي محمد الطيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سيدة الوزيرة المحترمة، سيدات السادة النواب. في إطار مناقشة تقرير سنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لإبداء وجهة نظر الفريق بخصوص أول تقرير سنوي أعدته الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وكان موضوع دراسة مستفيضة وعميقة من طرف لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة. نقاش واسع مسؤول وبناء بخصوص موضوع استراتيجي على الصعيد الوطني والدولي، لكونه مرتبط بالأمن الطاقي في ظل التقلبات العالمية بما يقتضي ذلك من تسريع لوتيرة الانتقال الطاقي الذي أصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة للبلاد لمواجهة التحديات المطروحة وتحقيق رهان تعزيز الأمن الطاقي من خلال تعزيز الدور الحيوي الذي ينهض به المغرب في المجال الطاقي على الصعيد الجهوي، عبر تمكين هذا القطاع من الوسائل اللازمة لرفع التحديات التي يواجهها، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة في سنة 2009، والتي على أساسها تم وضع استراتيجية الطاقية الوطنية التي تحتاج إلى إعادة النظر في توجهاتها حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة، خاصة فيما يتعلق بالرفع من القدرة الكهربائية وتقوية العرض الطاقي والرفع من مستوى الإنتاج الكهربائي وتنوع مصادره، لا سيما بالنسبة للطاقة المتجددة. ولا شك أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار يمكن أن يشكل دعامة أساسية لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، إذا ما تم الاستثمار الأمثل للمؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها بلادنا، بما يقتضي ذلك من تحفيزات وتسهيلات بعيداً عن العراقيل المقصودة وغير المقصودة. في هذا السياق نسجل بإيجابية خارطة الطريق الاستراتيجية 2021-2025 المعتمدة من طرف الهيئة للقيام بالمهام المنوطة بها بما حملته من أهداف تروم المساهمة في تطوير سوق الكهرباء بشكل يكرس مبادئ وقواعد الإنصاف لولوج الاستثمار في هذا المجال والتزود بالطاقة الكهربائية بشكل آمن ومنتظم، بما يقتضي ذلك من تمكين الهيئة من الموارد البشرية اللازمة والتجهيزات اللوجستيكية الضرورية حتى تقوم بالمهام الجسيمة الموكولة إليها، وتطوير مبادئ وقواعد عملها قوامها ضمان الشفافية والنزاهة لاتخاذ القرارات المناسبة وتكريس الأساس الصلب لهيئة ضبط قوية ومستقلة قادرة على تحقيق التنمية المتوازنة والمتناسقة لهذا القطاع الذي يحتاج إلى إصلاح عميق وشامل حتى يتميز بالشفافية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في القطاع، بمن فيهم المنتجون، الناقلون، الموزعون، مع الحرص على توضيح أكثر للعلاقة بين المكتب
قطاع المكتب الوطني للكهرباء والجماعات الترابية أؤكد على هذا، التي تلعب دورا محوريا في عملية تعميم الكهرباء القروية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف المجالات الاقتصادية، وكذا إعادة هيكلة المنشآت العامة في هذه المؤسسة العمومية وتشجيع لمركزية الإنتاج من أجل توفير طاقة كهربائية بأسعار تنافسية ذات تكلفة منخفضة، علاوة على العمل على سياسة تحرير تدريجي من خلال فتح مجال إنتاج الطاقة الخضراء في المنافسة والاستفادة من التطورات التكنولوجية الجارية في هذا المجال وتكريس سوق مفتوحة في وجه الاستعمالات الوطنية والأجنبية في إطار إصلاح المنظومة الطاقية، بعدما أصبحت متجاوزة ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد الطاقية التي أخذت بعداً استراتيجياً في الاقتصاديات العالمية والعلاقات الدولية المعاصرة، كما أبانت عن ذلك بجلاء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتقلبات المناخية في أفق تعزيز السيادة الطاقية الكفيلة بتجاوز الصعوبات والإكراهات والتحديات التي تطرحها التعبئة للخارج في هذا المواد في هذه المواد الاستراتيجية التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة. ويبقى الإصلاح الشامل لهذا القطاع من أجل ضبط أكثر نجاعة وحكامة رهينا بإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة وتجميعها في مدونة واحدة حتى تكون الأدوات القانونية في خدمة تعزيز الاستثمار بدل أن تشكل عرقلة حقيقية أمامه، بما في ذلك توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لا سيما المتعلقة منها بضبط قطاع الغاز الطبيعي، كما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي نص على ضرورة وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط يتمتع بالصلاحيات اللازمة، يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي، خصوصا وأن مجلس المنافسة سبق له أن أدلى برأيه حول مشروع القانون رقم 1794 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، هذا بالإضافة إلى ضرورة تسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 48/15 متعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتاريخ 9 يونيو 2016، حتى لا يعيق ذلك عمل الهيئة وتتمكن من ممارسة المهام المكولة إليها بموجب هذا القانون ومراقبة عملها وتقييمه على الوجه المطلوب. السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الرئيس، السيد النواب، على هامش هاد التدخلات ديالنا بطبيعة الحال، نحن اليوم كنواب يعني كمنتخبين بالخصوص، الجماعات الترابية هي شريك أساسي بالنسبة للمكتب الوطني للماء صالح الشرب والكهرباء. القانون 48/15 السيدة الوزيرة إذا سمحتي، 48/15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جعل من هذه الهيئة هيئة حكامة تسهر على حسن سير السوق الحر للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء إلى غير ذلك من الاختصاصات التي نص عليها القانون. بعدما كان المكتب الوطني سابقا يعني المكتب الوطني للكهرباء يختص لوحده في إنتاج الكهرباء، اليوم كنحسوا بأنه غادي يترفع واحد النوع ديال الاحتكار اللي كان مفروض وتاريخي. ثانيا بغيت نقول كذلك من مهام الهيئة الحرص على التعريفة العادلة لاستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع. القانون السيدة الوزيرة 48/15 في المادة الأولى ديالو فقرة الثالثة منه ينص على أن توزيع الكهرباء خدمة عمومية من اختصاص الجماعات
من اختصاص الجماعات، هذه في القانون، من اختصاص الجماعات تتمثل في إيصال الطاقة الكهربائية المشترات من قبل مسير شبكة توزيع الكهرباء من أجل تزويد الزبناء. إذن هنا بغينا نقولوا الجماعات الترابية شريك أساسي يجب التعامل معه على أساس أنه فاعل مهم، وهذا الشيء ما كنلمسوهش. وخاص يعني الهيئة الوطنية لضد الكهرباء هي اللي تفعلوا طبيعة الحال. كذلك نص القانون في المادة 6، القانون 48/15 المادة 6 والمادة 7 نص كذلك على يعني المداخيل ديال 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 المكتب، يعني من التعريفات يقبضوها من يعني بلا ما نتكلم عليها بتفاصيل. بغيت نقول هنا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة المحترمة، المطلوب اللي كنطلبوه اليوم احنا كمنتخبين والجماعات الترابية تدعو إلى ذلك وتطلبه بإلحاح كبير، هو الدور اللي غتقوم به الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على توضيح، بس توضح لنا المادة 6 والمادة 7 اللي هما تيضمنوا المداخيل ديال المكتب من الشبكة. إذن اليوم كنشوفوا الجماعة كشريك، إذا بغات الجماعة تعمل مشروع ديال الكهرباء في حي من الأحياء خصها تخلص عليه 20% ديال ما يسمى بالأتعاب زائد 20% أخرى ديال المساهمة في التجهيزة الأساسية. إذا قدرنا واحد المشروع ديال شكرا انتهى الوقت.